محليا أشرف يوم أمس بداري الثقافة طاوس حمروش قائد القطاع العسكري لولاية بجاية مرفوقا بوالي الولاية والسلطات العسكرية والمدنية على افتتاح الأيام الإعلامية حول الحرس الجمهوري. تم تنظيم من خلالها معرض للصور خاصة بمختلف نشاطات الحرس الجمهوري وأجنحة عديدة تتضمن ملصقات تبرز تاريخ نشأة وتطور الحرس الجمهوري ومهامه وعينات من آلات موسيقية وكتب خاصة بالموسيقى وورشة لتصليح هذه الآلات وكذا صور عن الخيالة لتعريف المواطنين على مهام هذه الهيئة ونشاطاتها وإنجازاتها. المزيد مع نسيم نشتر. نتشرف اليوم بافتتاح الأيام الإعلامية لقيادة الحرس الجمهوري على مستوى دار الثقافة طاوس عمروش لولاية بجاية. هذه الأيام الإعلامية التي تهدف إلى تعريف المواطن بجاوي بمكونات ومهام الحرس الجمهوري. هذه الأيام الإعلامية نقوم بتنظيمها على مستوى ولايات الوطن كاملة. سنويا نمر على ثلاث ولايات، هذا العام بدايتنا أو انطلاقتنا كانت من ولاية بجاية من أجل تنظيم هذه الأيام الإعلامية. نتمنى أن نقدم كل الشروحات وكل المعلومات المطلوبة لدى الجمهور. احنا رانا هنا على مستوى دار الثقافة طاوس عمروش، فأهلا وسهلا بكل من يريد زيارة يعني المعرض. اولا جينا هنا للمعرض دار ثقافة باش يكون باش نعرفوا حاجات اللي تعملها الحرس الجمهوري، انواع الأسلحة، العتاد وما الى اخره. ونطلب من الجمهور تقدم الى دار الشباب جاية يتعرف اكثر كل حاجه.